تحقيقا للهوية وحفاظا على الآثار اليمنية، اختتمت منظمة سراج للتنمية أنشطة مشروعها في مدينة صنعاء القديمة بمهرجان فني وثقافي لتعزيز ثقافة الحوار ودعم مخرجاته في ظل غياب المدن التاريخية من هذه المخرجات. بكل أسف لم تصل مخرجات الحوار الوطني إلى مدينة صنعاء القديمة، ولم يكن للمدن التاريخية المكان الذي يليق بها في الحوار الوطني. المشروع استهدف كافة المراكز الانتخابية للدائرتين الانتخابيتين الأولى والثانية بمديرية صنعاء القديمة، حيث عقدت 11 جلسة نقاشية تطرقت إلى أهمية مؤتمر الحوار ومخرجاته ودعم بنود وثيقة الحوار باعتبارها الحل الأمثل لكل القضايا اليمنية واعتمادها كخارطة لرسم مستقبل اليمن الجديد. استهدفنا في جميع المراكز الانتخابية ب11 جلسة نقاشية كان حول تعميق الهوية الواحدة لمدينة أبناء صنعاء القديمة لتسهيل العملية الانتقالية. المهرجان تضمن مسرحيات وأناشيد ومسابقات تنافسية في الرسم والثقافة، عبرت عن تعزيز ثقافة الحوار وتبادل الآراء بعيدا عن التطرف والغلو ونبذ الخلافات العنصرية والطائفية والجهوية والقبول بالآخر. بالنسبة للفعالية اليوم هي تحت شعار معا لأجل اليمن، وعلى وجه الخصوص لتعميق الهوية الوطنية بداخل مديرية صنعاء القديمة. المشاركون في الفعالية أكدوا على أهمية التوحد من أجل مستقبل اليمن، بدءا بتنفيذ مخرجات الحوار التي توافقت عليها الأطراف اليمنية. سامي الحجري، اليمن اليوم. احتفى طلاب كلية الهندسة في